عسلامة. عسلامة. قد من لروحك؟ وليد 42 سنة ونعيش في فرنسا. مرحبا بيك وليد، قداش عندك تعيش في فرنسا؟ أنا مولود غادي، عشت في فرنسا وعشت البارة، قريت البارة، عشت في الخليج زيدا. باهي برشا. وانت صغير كانوا يجيبوك برشا لتونس؟ ولا كنا نروحوا كل صيف شهرين ونص ثلاثة ونحوسوا لهنا في تونس، وتونس برجولية تعجبنا برشا بلادنا، يعني نعيشوا في فرنسا ما بلادنا. معناها الوالدة تونسية والأب تونسي؟ الوالدة ووالدي زيدا، بابا وأمي. يعني نتصور كانوا يحكيوا بالعربي في الدار، خاطرك انت توا تحكي ما شاء الله يعني بالكدا. نحكوا بالعربي في الدار، نحكوا بالفرنسي، نحكوا بالعربي وبالفرنسي زوز. وولادك علمتهم زاد يحكيوا بالعربي ولا برجوليه؟ علمتهم يحكوا يسمعوا بالعربي، يفهموا الكلام بالعربي، مازالوا يفهموا كل شيء، مازالوا ما ينجموش يرجعوا. دونك ملي تولدت كل صيف تجي لتونس؟ كل صيف نجي لتونس. مرحبا بيك، اخترنا اليوم باش نحكيو على المشاكل اللي تواجهها كي تجي لتونس. المشاكل ديجا والواحد الترونسبور، يعني باش تاخذ الشركه التونسيه تونيسير ولا البات ولا سي تي ان ما تاخذهاش، خاطر تعرف ما تعرفش وقتاش باش تدب وما تعرفش وقتاش باش تجي. يعني اخر اكسبيريونس اللي عندنا خذينا تونيسير ان 2019، جينا لتونس من باريس ضربنا 4 ساعة ونص روتار، لا اكسكوز لا شربه ماء لا حتى شيء. شنو هو سبب التاخر؟ ما قالولناش، ما يقولولكش، يقولولك طياره 4 ساعات روتار. هذه كاس المينيموم يعني في تونس، ونعرف عباد قعدوا نهار نهارين في المطار ملوحين، يعني بولاد مو بولاد صغار. دونك احنا في الاكسبيريونس هذيك ما عادش خذينا تونس، عندنا دوبي 2019، عندنا 2023 تو 4 سنين، ولي بري سون لي ميم، يعني يحتملنا نفس السوم. يعني باش تاخذ تو بيام تاع طياره من باريس حتى لتونس 800 يورو موين في الصيف. ساعات مجبور تاخو تونس؟ جامي جامي جامي، فما ديما ترانزافيا ولا اير فرانس. نجم حتى نعمل اسكال وما ناخذش تونس، هذيك اللي البروميس اللي عملناها. وستين كيف كيف الباتو سنين راه احنا في الباتو على ايطاليا. اي فوالا. المروحه في الباتو خيره؟ المروحه في الباتو خير، خاطر تروح بكعربتك وتنجم تهز قاعدتك معاك، تنجم مثلا كي واحد عنده شويه عسل في الدار ولا زيت زيتونه يهز معاه، فهمت؟ يعني بالك شي ساعات مش قانونيه ما يهزوا معاه خاطر ريحه البلاد، فهمتي؟ والمشكله زاده باش تكري كهربه لهنا مثلا غاليه برشا، فهمت؟ الاسوام اغلى من اوروبا، اغلى من امريكا، اغلى من دبي، اغلى من البلايص الكل. حتى يعني اسوام الكراهب في تونس يظل عندك فكره. امتى الكري؟ لا شريين الكراهب. شريين غالي، غالي على الاخر، غالي. نظن الكهرباء واحده جديده باش تخرجها من مجازة حتى كي تلقى نظن 70 80 90 يعني، وماشي ويغلى. وحتى كهرباء زاد عمرها 20 سنه تتبيع فوق ال 25. تتبيع فوق ال 25 سيغمون. ولا وهي خرده ما تتبيع زاده ولا. حتى تشري بهيم خير والاحسن، وممكن عندك مون بروبليم ميكانيك، مي بون حاسيلو. بسكليت؟ بسكلا، ما الدنيا سخونه، تشوف 40 سخانه، شكون باش يحوس لك بسكلا وعندها عائلته معاه؟ المهم كي تجي في الباتو ما تواجه حتى مشكله. ليه ما برجوليه سنيك خرجنا من الباتو، الديوان يعتمد الصحه ما عندناش حتى مشكله، الباهي برشا يعرفونا مثلا تو نعيشوا في فرنسا الدنيا صعبة زاده. واللي يعيش البارة واحنا الحمد لله يعني نخدموا كل شيء احنا الزوز، وبورتون باش تجي لتونس صعيبه شويه، يعني الظروف صعيبه، مي اوما نجو نفردوا شويه، احنا باش نجو نعدوا متعرف هكا شهر في البحر ونشوفوا الفاميليا. فوالا. ويعجبك طقس تونس بيان سور؟ طقس تونس بالطبيعه يعجبنا، ومي فهم برشا حاجات تعرف وخروا برشا التالي بارابور كي كنا صغار قد ولدي. كل شيء، الماء يقص، الضوء يقص، الخبز ساعات ما تلقاش، الروز قول ما فماش، السكر ما فماش، أول مرة نسمعها تعرف في عيشتي كاملة، بورتون احنا جي في لي كات كونتينون، وهذيك مشيت حتى البلدان كيما الباكستان ولا إيران والخيرات الصعبة عندهم، واحنا تونس وما دراك 8 ملايين ولا توا 12 ملايين ما عندنا شيء ساعات، فهمت؟ الحاجات اللي ما توفاش في الدار منها السكر مثلا، ما يوفيش السكر ديما موجود في الدار. نورمالمون قبل كان ديما موجود، تو ما يوفى، مي بون بالك شي خير كيما فماش برشا سكر هكاك العباد ينقص لهم شويه في الديابيت. الخبز زاد باهي راهو كي ينقص. الخبز كي ينقص شويه خبز باهي تعرف. مي بون مشكله، فما مشكلات اخرين عاد، الناس صعيبه العيشه لهنا في الخدمه وكل شيء تحسها، يعني برشا عباد يحبوا يخرجوا لبرا، يعني قبل اللي كان مش قاري تو حتى اللي قاري يحب يخرج. دونك الواحد يسبوز دي كيسيون على الفيتور نتاع تونس تعرف. لو احنا قلنا باش نحكيو شويه على الحراقه يعني اللي في فرنسا، كيفاش الوضعيه نتاعهم؟ شنو المشاكل اللي يواجهوا فيها؟ ولا ربي معاهم تعرف، نظن صعيبه عليهم هما، وفرانشمون برجوليه صعيبه كي تشوف العيشه لهنا وكل شيء، دي فوا تو كومبرون، مي دي فوا تقول مسكنت اللي ما عندهمش ديبلومات وصعيبه عليهم هما، واللي عندهم ديبلوم زاد هارب، ما يعرف فيزا، واللي ما عندهش ديبلوم يهرب ما غير فيزا تعرف، هذيك تو اللي تبقى باهت فيها. صعبت عليهم زيادة، يمكن كان قبل واحد ينجم يلقى خدمة في النوار، توا لا.
انا ما نعرفش، مي اللي نسمع صعبت عليهم. مي انا حبيت نحكي زيد على المشله مثلا كي تجي تونس في الصيف، حكايه الباراسول في البحر، تعرف احنا نعيشوا بحذا راس جبل، الباراسول مثلا في الويكند 25 دينار، وانا نعيش في الخارج ما عنديش المشله باش نخرج 25 دينار، مع ذاك اللي يعيش لهنا مثلا كما يفي باش يخلص 25 دينار على باراسول باش يقول 3 4 سوايع، وساعات يقول لك 25 دينار على جنب الشط ما لازم تاخذ دو بلا ولا تخوا بلا، البلا ب 40 50. هذيك مش جو ميم دوموندي او مينيستير دو توريزم كيفاش هو يخمم مثلا باش يخلي التونسي يعيشوا هكاكا، معناها تخليه ما يعاودش يرجع لك، ما عادش يرجع. نولوا حتى احنا مثلا في بلاصه نجوا ناخذوا باراسول، نولوا نشوا الباراسول نتاعنا ونجوا نحطوه، تعرف اوبليجي 25 دينار كل يوم باش تمشي البحر مثلا ثلاثه جماعات قداش يكلف لك؟ اعمل الحساب نتاعك. صحيح. وممنوع تجيب ماكله معاك؟ نو تنجم تجيب، مي فما بلايص يقولوا لك لي ممنوع لازم تاخذ سيغ بلاس، دونك هذيك المشكله. خاصة في جهتنا مثلا، انا ما نعرفش جهة الجنوب، مي مثلا في راس جبل شتميمي خاصة الناس، رئيس البلدية نتاع راس جبل شتميمي شنو اللي يقول ترى؟ بالكش باش يقصها تو هذيك ما يقصهاش، نو نو، مي الناس لا ماذا بيا يشوف يعبد الشتميمي السامدي وديمونش ويسال على بلاصة باراسول قد ايه؟ انا نجم نخلصها من الزوالي اللي يخدم في المعمل كيفاش يعمل هو فاميلته. فوالا. خاصة اللي يحب معناها يجي هكا كل يوم ولا نهار بنهار ولا بالطبيعة احنا في الصيف شنو الاكتيفيتي اللي عندنا؟ شنو اللي عندك في الصيف؟ باش تعبت تونس بعيدة عليك مثلا كي تسكن الغاديكا مثلا، واحنا انكور عندنا لا شونس عندنا البحر مثلا، ما نخممش على العباد اللي يسكنوا بحذا الحدود نتاع الجزائر ولا في الصحراء كيفاش يعملوا، ما احنا على الأقل الاكتيفيتي نتاعنا الوحيدة البحر. فوالا دونك سي سا مون كو دو جول دوجوردي على 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 البحر وعلى السوم الباراسوليت، ربي يهديهم وان شاء الله رئيس البلديه والمينيستير دو ليكونومي يشوف، خاطر حتى برجوليه البري في الاوتيل مثلا باش تعدي نهارين ثلاثه في حمامات ولا سوسه اغلى من اسبانيا، عاد نمشي ثلاث ايام المغرب من تونس ديما تكلف لي ارخص. قداش تسويهم لقيتهم في تونس؟ 3 ملايين 4 ملايين، احنا عائله اربعه باش نعبدوا ثلاث ايام 3 جور في سوسه حمامات في اوتيل 4 ايطوال سونتر 2500 و 3600 دينار في اوتيل اخيب واحد يعني بوتيت 3 ايطوال 4 ايطوال بلس باش نعبد الحاجه عادي موفان بيك ولا رويال ازور ولا حاجه هكا مثلا بلامبرا باش تكلف لك اغلب برشا. معناها اليوم باش تترفه في تونس يلزمك برشا فلوس. برشا فلوس. ملغي تونسي ياسر حلوة، مي لازمك برشا فلوس. برشا فلوس، برشا فلوس. اكزاكتومون. دونك نحب نسأل المينيستير شنو يعمل، قريت في ارتيكل في الجريدة هاك النهار يحكي لي التونسي يحب تو يخرج في فاميلته خير ما يخرج في الأوتيل. فوالا. فوالا. دونك هما مثلا يحبوا أكثر توريست يجي لقاوري إلى التونسي عايش بلاده. دونك التوانسة أنا نحب نسأل سؤال آخر، كي تلقى توانسة برشا جايين من الخارج يروحوا كل عام لتونس ولا ليه؟ Je pense que c'est fini le modèle هذاك تو باش يروحوا كل عامين ثلاثه على حكايه الفلوس. على كل يعطيك الصحه مسيو، نخلي لك الكلمه الاخيره. Bonne chance la Tunisie.